والآن مشاهدينا إلى التذكير بأهم العناوين. النائب الدكتور أحمد عبد الله عبد يحذر من استهداف سيادة الدولة بسلاحها واستغلال تضحية الحشد الشعبي لزعزعة السلم المجتمعي. محافظ صلاح الدين يعلن حالة التأهب القصوى لمنع كورونا من تهديد حياة المواطنين ويفرض حظرا مشددا للتجوال حتى إشعار آخر. محافظ صلاح الدين يدعو إلى رسالة وطنية للتثقيف ضد كورونا والتزام شعبي واضح بقرارات خلية الأزمة للوقاية من الفيروس. تسريبات عن مسؤوليات أمنية وإدارية جديدة ونفي وجود أجانب بين مطلقي الصواريخ واستمرار التحقيق معهم لاستعادة هيبة الدولة. ختام نشرتنا لهذا اليوم، شكرا على حسن متابعتكم وإلى اللقاء.